طيب شروط التمويل وازاي نحصل على التمويل احنا معانا كده بعض المعلومات للساده المشاهدين عشان لو حد يبقى عنده استفسار ونرجع تاني نكمل حديثنا مع المهندس طارق شاشه دايما التجارب الناجحه بتشجع يعني محتاجه حضرتك تحكي لنا اكتر عن التجارب او التحديات اللي انت شفتها مع بعض الاشخاص وفعلا كانوا جايين من الصفر ودلوقتي مثلا في اختلاف في احنا طبعا اولا قطاع اللي احنا بنتكلم عنه ده قطاع كبير جدا ده تقريبا كل القطاع الخاص في مصر يعني احنا مصر 97% منها مشروعات يا متوسطه يا صغيره يا متناهيه الصغر وبالاخص متناهيه الصغر. فاحنا بنبدا مع ناس من اول اللي بيعملوا شغل يدوي وحرفي زي الحاجات اللي بنعرضها في تراثنا وكده وقروض تبدا من 10000 و15000 لحد المشروعات اللي بتاخد مننا تمويل 2 مليون و3 مليون و5 وفي 10 مليون كمان. فطبعا دي شرائح كتيره جدا وقصص النجاح موجوده في كل يعني الشرائح دي يعني في ستات جت بدات معانا وخدت في البدايه قرض بسيط جدا وخدت قرض تاني وخدت قرض تالت ودلوقتي هي يعني اصبحت مشروع صغير مش مش متناهي يعني او كبير مش كبير يعني بالمعنى طبعا بتاع قصدي كبير بالنسبه لها يعني <applause> آه فآ في كل بقى القطاعات يعني سواء كانت حاجات دمبول حرفيه وتراثيه وأدوية حاجات صناعيه مشروعات خدميه وعندنا منتج بقى جميل انا المحلات كنت بتساليني على انواع التمويل آه مهم قوي اللي هو آه راس مال المخاطر او البنشر كابيتال ده منتج بقى للشباب بقى الجميل الواعد المتنور المتفتح اللي بيجيب افكار ابتكاريه ايه بقى اي حاجه حضرتك ممكن تدخليها منصات مثلا الكترونيه بتقدم خدمات في شركات يعني مصر اصبحت الان من أكتر دوله في منطقه الشرق الاوسط فيها المشروعات النشاء اللي هي بتتميز بالابتكار مشروعات نشاء يعني آه كعدد مشروعات اقصد وكحجم استثمارات ومش استثمارات محليه بس يعني في صناديق استثمار من خارج مصر بتيجي تستثمر في الافكار بتاعه الشباب فالمنتج ده اسمه آه راس مال المخاطر او الفينشر كابيتال واحنا هنا مش بندي قرض احنا هنا بنخش مساهمين هم. بنشتري حصه بس احنا بنشتري بنخش في صندوق استثمار وبنجيب مدير استثمار فاهم هذا الموضوع كويس وهو بفلوسنا اللي احنا داخلين فيها برضو كشركاء مش كقرض بيستثمر في مجموعه من الشركات اللي من هذا النوع واحنا في آه برنامج كبير عاملينه مع البنك الدولي الحقيقه هو دعمنا كويس فيه جدا ب مليون دولار يعني تقريبا مخصصين مليار جنيه في ثلاث سنين مش عايز اقول لحضرتك احنا كنا مترددين ناخد التمويل عشان مش هنلاقي مم. فاحنا في اول سنه تقريبا آه عندنا ارتباط على نص مليار جنيه تمويل لصناديق استثمار هتمول هذا النوع من المشروعات في مصر ومصر فيها صناديق استثمار وناس بتفهم في هذا المجال كويسه جدا، ناس بتفهم في هذا المجال يعني ناس بتقدر عينها تشوف ايه الفكره مم. الجديده المبتكره اللي ليها امكانيات فعلا نمو عاليه وتقيم اصحاب المشروع دول متخصصه بالظبط جاده وهتقدر تنفذ فكرتها ولا لا والحاجات دي فيها مخاطره كبيره جدا يعني مش كله بينجح مم. ولكن فيها اللي بينجح بينجح جامد قوي فيها معدلات نمو عاليه يعني عشان حضرتك تبقي متصوره آه ما هو مثلا فيسبوك ده كده فيسبوك ده لما بدا كانوا اثنين تلات شباب مم. مثلا مشروع عندهم مشروع فكره ما حدش فكر فيها ولا مم. حاجه وما لو راح للبنك طبعا مش هيموله لان ده بالنسبه له حاجه ما شافهاش يعني ما لهاش هيستوري عنده يعني دايما كل ما هو جديد ومختلف فهو مخيف في بدء الامر بالظبط كلما آه. كل زادت المخاطره زاد العائد